رضوان، يا اهلا وسهلا. ازيك يا ام امال؟ الحمد لله. اتفضلي يا ستي، دي اللي كانت ب 17,000 والكمبياله دي ب 2000 اللي انت سددتيهم. شفتي شفتي يا امال، ادينا سددنا اهو. انا مش عارفه اقول لك ايه، ربنا يخليك يا استاذ رضوان، والله ما عارفه اقول لك ايه. انا ما عملتش حاجه، انت اللي سديتي انت والبنات. وهنسدد كله، هنشتغل ليل نهار ونسدد كله ان شاء الله. قلت الغريب كلمته؟ بكلمه من ساعتها، تليفونه مقفول. استني يمكن هو اللي بيرن ده. لا دي نمره غريبه. الو، ايوه غريب، وين النمره الغريبه دي؟ ايه بتقول؟ ايه اتقبض عليك يا ستي؟ طب انت فين؟ انت فين؟ ها احكي لي بقى غريب كل اللي حصل. خشيت لقيته في بيتي وبيعتدي على حرمة المكان واهل بيتي، كان لازم احميهم حتى لو هموته. انا كنت بدافع عن حقي يا سعادة البيه. استاذ مرعي كان على طول بيضايقه، وكان بيبص لست مريم بصات مش كويسة، والكل ستات المنطقة، وهو وحش مش كويس. يا باشا انا ما اقدرش اقول اي حاجة في حق الاسطى مرعي. يا باشا انا شغال عنده ولحم كتاف من خيره، بس شهادة لله يا باشا الاسطى غريب برضه، ما شفتش منه حاجة وحشة، بس هو الاسطى مرعي كده مش بيطيق يا باشا. ايوه ليه بقى؟ ها؟ ليه مش بيطيق؟ مش عارف يا باشا، يعني مش عارف. افهم من كده ان انت اللي بتتهميه يا ست مريم. ايوه انا اللي عايزه احكي، انا اللي اتاذيت، انا اللي واحد جطرني ومشى ورايا لحد باب بيتي عشان يتهشم عليا ويأذيني. القعده القعده دي ليه؟ ولا بكونه ده دريشس؟ ربنا مش هيسيبه وهيوريني. انا اللي بتهمه انه اتعدى علي، وانا عايزه احكي ومش هسيبه. بص بقى يا مرعي، واضح ان احنا ما عندناش قضيه من الاساس. اولا انت ما عندكش دليل على اللي انت بتقوله، ثانيا غريب نفسه ما عندوش دليل على اللي هو بيقوله. احنا ما عندناش غير دليل واحد، انهم جابوك هنا المستشفى، والا كان زمانك ميت. ده غير شهاده الشهود اللي اجمعوا انك بتضايق كل الناس وبتتحرش خصوصا بالستات. ها يا مرعي انت شايف ايه؟ لو عندك حاجة عايز تقولها اتفضل. وحالته يا دكتور؟ بيتحسن. يعني هيخرج امتى ان شاء الله؟ قريب جدا ان شاء الله. كتير قوي. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.